الحمد لله احنا بالعزيمه الدراري وبالاراده ديالنا استطعنا باش نحققوا احنا نتيجه ايجابيه، ما استسلمناش وطيحنا يدنا. الحمد لله هذا واحد انجاز حققناه لهذه المدينه، كنطلبوا من الله نزيدوا القدام وباقي ان شاء الله تتويج باللقب واحد اخر. نصرف خلال المباراه ديال المغرب التطواني والمباراه ديال النهضه البركانيه، كنتو كتنتظروا النتيجه ديال فريق اولمبيك اس في والرجاء، شنو يمكن تقول لنا على الاحساس ديالكم وقت الماتش وكيفاش علمتوا بالنتيجه؟ اين وقت؟ صراحة حنا كنا لاعبين الماتش ديالنا، ديك الدقيقة واقيلا 33 ولا 34 في الماتش، سمعنا الجمهور ديالنا فرح أكثر من اللي سجلنا حنايا، حنا عرفنا يعني أسفي سجلت الهدف وداك الشيء، صافي بقينا مكونسونترين للمباراة ديالنا، تصفر الحكم، بعد قالوا لنا الرجاء خسرت وداك الشيء وفرحنا. بالنسبة لكأس العالم للأندية كيفاش كتوقع مشاركة المغرب تطوان؟ وإن شاء الله كنتمنوا من الله نحققوا مبتغى. يكون خير إن شاء الله يا رب.